احدث فيلم سعودي، فيلم راس براس، ويعتبر من اكتر الافلام اللي كان عليها كلام كتير جدا خلال الفتره اللي فاتت، وناس كتيره جدا من الجمهور السعودي وايضا من الوطن العربي وفي ناس من مصر برضو طلبوني ان انا اتفرج على فيلم راس براس اللي موجود على منصه نتفليكس. وكالعاده بعد ما اخلص كل فيلم باجي هنا لبتوع افلام اقول لكم رايي بكل صراحه، فيا ترى الفيلم عجبني ولا لا، كل ده هنتكلم عليه في الحلقه دي. بس قبل ما نبتدي الحلقه اتمنى طبعا من كل بتوع افلام يظبطوا لي لايكات كتيره جدا 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 وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول، ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا محمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام فيلم راس براس من اخراج المخرج مالك نجر، مش عارف النطق صح ولا غلط بس هو يعتبر دي اوائل اعماله. وطاقم العمل كممثلين يتكون من الممثل بالنسبه لنا معروف جدا الممثل محمد القس، اللي يعتبر واحد من ابطال المسلسل الناجح جدا في الوطن العربي مسلسل موضوع عائلي، وايضا ابطال الفيلم الممثلين عبد العزيز الشهري وايضا عادل رضوان وايضا زياد العمري. والفيلم ينتمي لنوعيه الافلام الكوميديا، وسمعت كلام كتير ان يعني قبل ما اتفرج على الفيلم، وانا هقول لكم التجربه بكل امان، قبل ما اتفرج على الفيلم ناس كتيره جدا قالوا لي يا ابو حميد اتفرج على فيلم راس براس، وخاصه بعد الريفيوز بتاعت الافلام العربي الكوميدي خلال الفتره اللي فاتت هنا في الشان. ناس كتيره من الجمهور السعودي وناس كتيره من مصر حتى قالوا لي يا ابو حميد ادي فرصه لراس براس، لان فعلا فيلم راس براس يتفوق على افلام كوميديه مصريه كتير موجوده دلوقتي في الفتره الحاليه. فهل يا ترى ده انا حسيته ولا لا؟ وتجربه يعتبر من اوائل التجارب ليه الافلام السعوديه عموما، هل تجربه حلوه ولا لا؟ هل التجربه تستاهل انك انت تشوفها ولا لا؟ مبدئيا اقول اول حاجه نتكلم طبعا عن الايجابيات قبل السلبيات. ايجابيات الفيلم، انا فعلا مبسوط جدا للسينما السعوديه والتطور اللي هم فيه، والتطور في الكوره والتطور في كل حاجه، الناس ماشيين بخطط صح وبيوصلوا الهدف اللي هم عايزينه. كسينما طبعا انت مش هتعمل اعظم عمل في اوائل السنين اللي انت بتعمله، ولكن كعمل كوميدي، وبرده السعوديه يا جماعه حطوا في دماغكم فكره ان يتعمل فيلم سعودي دي هما لسه في اوائل السنين، فطبعا كتجربه فيلم كوميدي برافو وحلو جدا واستمتعت. في مشاهد هنتكلم عليها في السلبيات وهتكلم عن جزء معين في السلبيات، ده ممكن يكون فصلني في الفيلم شويه، ولكن لحد اخر مشهد فضلت مشدود، ما كنتش متوقع الصراحه وبقول لكم بكل امانه، لان اختلاف اللهجه بيسبب عائق بالنسبه لي شويه. انا كنت مشغل الترجمه العربي، يعني مشغل الترجمه العربي على فيلم عربي اساسا اللي هو باللغه العربيه او اللغه السعوديه، ولكن في حاجات او جوكس او نكت انا مش فاهمها او مش عارف اتواصل معاها، وبرغم كل المعوقات دي لا انا ضحكت في مشاهد كتير، وخاصة النص التاني من الفيلم، ودي الإيجابية رقم اتنين بالنسبة لي في الفيلم. النص التاني بتاع الفيلم أحلى بكتير من النص الأولاني بالنسبة لي ومن وجهة نظري الشخصية، لأنك أنت بتعرف على شخصيات جديدة أضافت ضحك كبير جدا في الفيلم، زي طبعا إضافة الممثل زياد العمري كان إضافة حلوة جدا في الفيلم، وأيضا الفنان هاشم هوساوي، مش عارف أنا قلتها صح ولا غلط، أنا آسف، أنا بعتذر جدا والله، بس يعني لوكمان اللي كان قايم بدور لوكمان وزياد العمري اللي كان قايم بدور أبو غدر. تمام؟ حلو كده؟ حلو قوي. المهم الاضافات الكتيره، وخاصه بقى ان النص الثاني بعد ساعه من الفيلم، وحسيت ان لو كانوا جم بدري شويه كان الفيلم ايقاعه كان هيبقى اسرع شويه عن ايقاعه في النص الاولاني، كنت اتمنى ان هم يبدروهم شويه. انت ابتديت تتعرف عليهم وابتديت تشوف بقى الابطال اللي انا اتكلمت عليهم في الاول، وهم لما يندمجوا مع بعض ويخشوا مع بعض وبيقابلهم مواقف كوميديه كتير. طبعا الذروه بتاعت الفيلم كانت في اخر فيلم او السيكونس اللي قبل نهايه الفيلم، وبالنسبه لي برده من مفاجات الفيلم دور محمد القس، لان انا شفته في دورين خلال الفتره اللي فاتت، دوره طبعا في مسلسل موضوع عائلي ودوره ايضا مش فاكر كان في حاجه ثانيه، كنت حاسس ان هما الشخصيتين قريبين من بعض، ولكن دوره في فيلم راس براس هو قايم بدور واحد شرير كمان مش مضحك، يعني هو على طول بيقوم بدور الشر وكده، لكن هو على طول معروف بدور الشرير ابو دم خفيف، هو هنا قايم بدور شرير صرف مفيش كوميديا نهائي، فانا اول مره اشوف الوجه ده ليه وعمله حلو جدا الصراحه. وطبعا الصوره يا جماعه، صوره الفيلم اللي طالعه يعني بصريا رائعه الصراحه، رائعه جدا واتكلفت
قوي قوي. انا حاسس بالتكلفه من خلال الصوره الجميله اللي انا شفتها من خلال الفيلم. نخش على سلبيات الفيلم. بما اننا انتهينا بفكره ان الصوره حلوه قوي، مش عارف، مش هقول كان ممكن يصرفوا الفلوس البصريه دي على سكريبت، لا، لان سكريبت خفيف اساسا ومش محتاج حاجه. وبالنسبه للجمهور السعودي الله اعلم، بالنسبه لك ممكن يكون الفيلم ده الكوميديا بتاعته عاليه جدا، نظرا ان انا هرجع واقول لك في نكت انا ممكن ما اكونش فاهمها، في حاجات ممكن عدت انا مش فاهمها او ملاحظها، ممكن يكون الجمهور السعودي فاهمها اكتر حسب بقى الثقافه او حسب نكته معينه كانت ما بينهم او ايا كان. ولكن كان في مشاهد بتضحكني كتير جدا، او نفسي كنت اتمنى الكوميديا اللي هي تبقى لكل الدول عادي اللي احنا شفناها، مش لازم فيزيكال كوميدي، بس على الاقل اللي انا شفتها من الفيلم والكونفرزيشنز اللي كانت ما بين الثلاثي يعتبر كانت حلوه جدا وضحكتني جدا. كنت اتمنى ان ده هو اللي يبقى الطابع والغالب على الفيلم. والسلبيه الثانيه يا جماعه، النص الاولاني من الفيلم انا حسيت ببطء شديد جدا لدرجه اللي هو انا ببص قلت ايه ده، هو كل اللي فات ده كان نص ساعة فقط؟ ولكن فيما بعد عرف يلحق نفسه تماما، خاصة النص التاني من الفيلم، عشان كده بالنسبة لي الفيلم بقى حلو اساسا بسبب النص التاني. اما بالنسبة المخرج مالك، بالنسبة كأول تجربة لي برافو كإبهار بصري، ولكن هو مش هقول اقتباس، ولكن يعني عارف مثلا لو انت واخد سكة تارنتينو، يعني مثلا لما احنا بنعرف او قصة مين محمد القص ده مثلا، او هو ايه الباك جراوند ستوري بتاعته، بنشوف الانمي اللي احنا شفناه قبل كده في البيل وقصته ازاي وابتدى ازاي، وشفنا حاجات كتيره جدا متاخده من تارنتينو. قلت ماشي خلاص، هو راجل مدرسته زي مثلا حاسس سبعة لاحمد مكي، هو واضح ان هو بيحب تارنتينو وهو من المدرسه بتاعته وحب يديله ايه لاف لاتر كده من الاخر. ولكن في الفيلم ده هو الاخراج تحسه لكذا مدرسه، مدارس مختلفه. حسيت بوقت من الاوقات بفينس جيليجن في بريكنج باد مثلا، حسيت بوقت من الاوقات بعمر رشدي وعمرو سلامه مثلا في مسلسل بيمبو، في مشهد من مشاهد المعامل دي مثلا، حسيت بكذا حاجه، كذا مدرسه كانت موجوده في الفيلم، وده اللي انا حسيته في الفيلم من الاول وفي الاخر. ولكن في الاخر كمجمل برافو جدا، وفيلم فعلا ككوميديا تفوق بالتاكيد على افلام سيئه جدا جدا مصريه كوميديه خلال الفتره اللي فاتت. بس طبعا ما اقدرش اقول ان الفيلم ده غير الكوميديا وغير الناس وهتخلي الناس تقول لا، ما وصلش للدرجه دي بالنسبه لي. يعني انا مثلا هرجع اقول بالنسبه لي مثلا العميل صفر لما شفته الاسبوع اللي فات، لا ضحكت جدا جدا جدا، ولما دخلته تاني على فكره دخلته تاني ضحكت في المره التانيه اكتر من الاولانيه بكل امانه. وش في وش طبعا كفيلم عجبني اكتر كتير. انا مش قصدي تنافس من بين السينما السعوديه والمصريه، ولكن قصدي ايه، لا في طبعا حاجات ممكن تعمل احسن من كده بكتير، ولكن برضو كبدايه ليفل تاني. عشان كده هحط بوينت زياده على فكره كبدايه، وان انا اساسا ما كنتش متخيل الصراحه ان انا اضحك فيلم سعودي بالطريقه دي. يعني مثلا لو قارنته بفيلم شمس المعارف اللي نزل قبليه وعملت عنه ريفيو قبل كده، لا فيلم راس براس عجبني اكتر. واتمنى وسمعت اساسا ان خلال اسبوع او اسبوعين ممكن ينزل فيلم ستار على نتفليكس برضو او على منصه تانية مش فاكر ايه. ده برضو من الافلام اللي انا متحمس لها جدا وسمعت كلام عنها حلو جدا، فهنتظر فيلم ستار وهعمل عنه ريفيو برضو باذن الله. واتمنى طبعا في اي بلد في الوطن العربي يقدموا احسن ما عندهم ونتقدم ويبقى افلامنا بره ونكسر الدنيا باذن الله. فمبروك للجمهور السعوديه ومبروك لكل طاقم العمل وبرافو، ونتمنى مزيد من النجاح ويتغاضوا عن اخطاء الافلام، ومش من وجهه نظري انا، يسالوا الناس اللي حواليهم، يسالوا الناس اللي بتحب الصناعه بجد وكل الكلام ده. وتقييم الفيلم راس براس هو 6 من 10، ولكن هديله بوينت اضافيه نظرا للبدايه الموفقه جدا للسينما او الافلام السعوديه، 7 من 10. وبس ده اللي اقدر اقول لكم على فيلم راس براس، يا احلى بتوع افلام في كوكب الارض. اتمنى ان انا اعرف رايكم تحت في الكومنتات، واتمنى برضو من الجمهور السعودي ايه اكتر فيلم انت بتحبه سعودي. انا عارف ان هم مش كتير، بس انت اكتر فيلم عجبك وشايفه ان ده يعتبر لو حد مثلا مصري عايز يتفرج على فيلم سعودي، خد الفيلم ده يا معلم وقول لي ايه رايك. والسؤال الاخر، الناس اللي شافت فيلم ستار، هل فيلم ستار احلى من فيلم راس براس؟ قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه. واتمنى في نهايه الحلقه اتمنى تظبطوا لي لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره. طبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واحلى مسا عليكم.